السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ في يوم جديد ووصفة جديدة مع مطبخ غدا زين. النهاردة هنعمله مع بعض الكوارع، هنعمله فتة كوارع ومعايا كمان شوربة الكوارع اهي. هنعملوها بطريقة بسيطة وسهلة جدا، هتعجبكم ان شاء الله لما تجربوها. بفكركم بس قبل ما ابدأ بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا، ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك وكومنت حلو منكم. يلا بينا نشوف عملنا ايه النهارده. بص يا جماعة، دي الكوارع اهي بتاعتي، انا جايباها من عند الراجل زي ما انتم شايفين. بصوا متنضفة زي الفل اهي، وهو مقطعها لي. ده مش كرع كامل، ده حوالي نص كرة. حواليكوا بقى هنعمله فيه ايه. انا شطفته بس هو متنضف، حطيته في مية وهبدأ انقعه شوية كده حوالي نص ساعة في مية وخل وملح بس. هو ده اللي انا هعمله فيه، مش هعمله يعني مش هعمل فيه حاجة اكتر من كده. حبة بس كده صغيرين، على بال ما هحط على النار حلة فيها شوية مية، مش مية كتير برضو، هسقطه فيها اول ما تغلي المية. اهو هنقعه كده بقى شوية في المية والملح والخل على بال ما المية اللي على النار عندي تغلي، وهرجع له. في الكوارع اهي بقى بعد ما نقعتها هشطفها بقى من المية والخل والملح. اهو اشطفها كويس، وبعدين بقى هنزل بيها على النار. انا حاطه ميه، الميه بتغلي اهي، هروح بقى بيها على النار. الميه اهي بتغلي، هنزل بقى بالكوارع بتاعتي فيها وهسيبها تغلي حوالي 10 دقايق، وبعدين هوريكم هنعمله ايه. بس كده هسيبها تغلي حوالي 10 دقايق في المية دي. الكوارع بتاعتي اهي غلت حوالي 10 دقايق، هاخدها بقى واصفيها من المية دي وهوريكم ازاي. اهو هشيلها بقى اهي من المية دي خالص، هحطها في المصفى بتاعتي. انا بعمل كده علشان لو فيها ريحة اي زفارة هتنزل معايا في المية الاولانية ان انا غليت فيها الكوارع 10 دقايق. وهنزل بقى عليها بميه سخنه اهي من الكاتل، زي شطفه كده، اوعوا تشطفوا بميه ساقعه عشان جلدها ما يشدش. بس كده تمام اوي، الكوارع بقت تمام اهي. في حله تانيه بقى على النار انا حطاها دي بقى اللي هكمل فيها السليق كله. بعد ما شطفت بقى الكوارع عندي على النار حله اهو، هنزل فيها ببصلاية متخرطة وثلاث فصوص، حبهان وورقتين لورا، وهسيبهم بقى يغلوا شوية، وكمان معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وهو نص معلقة صغيرة كمان من الفلفل الأسود. هسيبهم يغلوا بس ايه دقيقتين كده مع بعض. تمام كده غلوا 10 دقايق، هبدأ بقى انزل بقطع الكوارع اهي، ودي هتبقى بقى الحلة اللي هتكمل فيها الكوارع السليق بتاعها. الكوارع بتقعد على النار مش اقل من 3 ساعات، ممكن اكتر حسب بقى الكرع اللي انت جايباه كان كبير ولا صغير. هوطي بقى عليها النار وهغطي عليها وهسيبها، ولو حبيت تزيد مية هزود مية سخنة بس كده. الكوارع تخلص هبدأ اجهز بقى العيش بتاعي اللي هعمل بيه. ده عيش طري عادي وانا هحمصه معاكو. هولع الفرن يسخن على درجة 180 درجة، وهدخله الفرن لحد ما ينشف معايا ويتحمص. ومعايا كوباية رز هبلها وانقعها نص ساعة، وبعدين هفلفله عادي خالص. الكوارع عندي هي كده بقى لها حوالي ساعة ونص على النار، شايفين بدأت اهي الشوربة بتاعتها تلبن. في المرحلة دي هحط الملح، انا ما بحطش الملح من الاول عشان ما يشدش النسيج بتاعها. هحط بقى الملح اهو وهقلبها وهوطي عليها برضو زي ما انا، وهغطيها واكمل السوا بتاعها. سمنة ومعلقة زيت، وهنزل بالرز اللي انا نقعته اهو.
واحط الملح وهسيبه بقى تقريبا كده اغلفه بالايدام بتاعي كده زي ما شايفين. خلاص اهو اتغلف، هحط عليه بقى ميه سخنه، ما بزودش في اي حاجه ميه ساقعه. هسيبه لحد بقى ما يتشرب الرز من عليه وهوطي عليه واحط الشياطه، هيقعد بعديها ربع ساعه ويبقى الرز كده بتاعي اتفرد. بقى على النار هجيب معلقه سمنه ومعلقه ثوم مفروم، معلقه كبيره ثوم انا فرماه، حوالي مثلا 4 فصوص 5 فصوص ثوم، وهبدأ احمرهم علشان اعمل الدقه اللي هي بالخل والثوم بتاعه الفته بتاعتي، او زي ما بيسموها الشكمبه، في ناس بتحط عليها صلصه بس احنا ما بناكلوهاش بصلصه، احنا بناكلوها كده بس، كل واحد حسب رغبته. التومه هي عندي احمرت، هي مش واضحه قوي في الفيديو بس هي احمرت، هنزل عليها بقى بشوربه الكوارع اهو. حوالي 5 مغارف وهسيبها تغلي شويه معاها، وهحط كمان ربع كوبايه من الخل. ورشه من الفلفل الاسود وهسيبها بقى تغلي بتاع 5 دقايق كده مع بعضها. وكده يبقى انا خلصت الدقه بتاعت الفته والرز اهو اتشرب، وحطيت له الشياطه وكمان وطيت عليه شمع. شايفين نشف ازاي؟ هبدا بقى اكسره كده. في ناس بتحمصه في الفرن مع سمنه بس طبعا الكوارع دسمه، وانا حاطه سمنه في الرز وفي الدقه، ف يعني مش هحمصه مش هحط له سمنه تاني وادخله الفرن ولا حاجه، هو كده كفايه قوي يعني علشان ما يبقاش الدهون كتير قوي. شايفين انا حمصته في الفرن بقى عامل ازاي؟ هكسره كده بقى واحط عليه الشوربه. العيش بقى بتاعي اهو، هبدا احط عليه الشوربه. وكمان هحط عليه نص مقدار الدقة اللي انا عملتها. والباقي ده هسيبه للوش. هقلب كده. وهسيب العيش يشرب شوية من الشوربة. هي الشوربه مش كتير ولا حاجه، هي لازم تبقى كده عشان العيش يشربها ويبدا يطرى. العيش اهو اتشرب الشوربه، هبدا بقى افرش عليه الرز. هبدا بقى اسوي الرز اهو كده. هجيب بقى بقية الخل والثوم على وشها برضو علشان خاطر الرز يبقى واخد من طعم الدقة بتاعتي.
طلع بقى الكوارع بتاعتي اهي. زي ما انتم شايفين كده الكوارع بقت زي الزبدة. فتت الكوارع اهي، طلعتها الكوارع على وش الفتة، وكمان حطيت طبق شوربة وفيه كوارع علشان اللي عاوز يشرب كده الشوربة مع الكوارع تمام، واللي عاوز ياكل الفتة مع الكوارع تمام. يا ريت تجربوا فتة الكوارع بطريقتنا وهتعجبكم جدا. ولو اول مرة تشوفونا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، متنسوناش في اللايك. يا ريت اللي يشوف الفيديو يعجبه يحط لنا اللايك، لان انا بلاقي تعليقات كتير واللايكات قليلة، فيا ريت كل اللي يخش ما ينساش اللايك، لان ده اللي هيزود انتشار الفيديو بتاعنا. وشكرا لمتابعتكم معي.